أهلا رمضان يا شهر الإحسان شهر الغفران. سلام، نهاركم زين، نهاركم مبروك. اليوم إن شاء الله نتقسموا معا إن سالاد دو فروي، طريقة متميزة مبتكرة، الفيزيوال تاعها بزاف يفرح. نجوزوا للمطبخ باش ندو كامل لي ديتاي تاع هاد التحلية. المرحله الاولى بزاف سهله، عندي لو ان سيرو لازم نوجدو باش نفرغو فوق لي فخوي ديالي. راهم رايحين يضاينو، راهي رايحه تكون عندهم لمعه رائعه. انا عندي كميه قليله وانتم على حساب الفاكهه تاعكم. ندير زوج مغارف تاع السكر مي فريمون ممسوحين صغار، ندير معاهم نص كاس تاع الماء، نخلي هذا المزيج فوق النار، نحسب له بعد ما يغلي دقيقتين هذا مكان، ونخليه يبرد تماما وندير له رشة تاع لافاني. لو سيرو ديالي كيما راكم تشوفوا برد تماما، نجي نضيف له مغرفة صغيرة تاع الجلوكوز، وهذا هو السر تاع السلطة تاعي. هكذا راهو رايح يقعد لي مغلفة، الفاكهة تقعد مغلفة، تقعد تبرق ابدا ما تكحلش. خديت الفريزة ديالي نظفتها بالطبع وقطعتها. طريقة التقطيع حتكون لكم اختيارية. درتها في وعاء وندير لها كما راكم تشوفوا كمية قليلة تاع السكر، نخلط ونخليها فريمون تماسيري، تطلق امتي جو ديالها سو ديغورج هكذايا، ونعاود نولو لتتمة الوصفة. لا فريز ديالي لا بيان ماسيري، ندير ليها هكذايا وندير لها مغرفة تاع كما نقولوا حنايا الغرنادين، ولا عندكم ليكستري تاع لا فريز لكم الخيار. ندير لها هكذا شويه ونزيد نخليها، شوفوا ليا هكذايا، نعمل اون بون كويير هكذا، راهو رايح يحفظها وينسمها بواحد الطريقه بزاف شابه. ودوكا نجيب الفاكهه ديالي، التشكيله اللي عندي انايا وانتم لكم الخيار ما تيسر في المنزل. انا حبيت نكبر بكم ودرت لكم تشكيله متنوعه، ولكن صدقوني نوع ولا نوعين وانتم درتوا احلى سلطه فواكه. ناخذ وعاء اكيد نقول بسم الله ونفرغ ما تيسر في المنزل. كما قلت لكم واش ما عندكم حبيبه حبيبه حديروا احلى سلطه فواكه. انا درت حبيبه تاع الكيوي ودرت زوج حبيبات تاع التفاح، كل حاجه راني دايرت لها الليمون باش تحافظ على ما تسودليش، وكذلك باش نطلع القيمه الغذائيه. وندير حبيبه تاع البرتقال هكذايا بالعصير، ونضيف كذلك الموز، هو البنه كامل تاع السلطه ديالنا هكذايا. ودوكاتيك نجي ونفرغ هذاك لو سيغو ديالي، الله الله، ونخليها فريمون سو ماسير شويه برك هكذايا. نخلط انسيرو حافظ صنع بيتي، نخلي الدعوه تمتزج والمواد يدخلوا مع بعضهم والنسمات، ونعاود نولو لتتمه الوصفه. نعاود نولي لافخيز ديالي، شوفوا ليا كيفاش راهي هايله، وهنا راهو رايح يكون كامل معناتها لو بليزير تاع الخدمه. اون سالاد دو فروي اكثر من رائعه. شوفوا ليا نحطوا لا فريز لتحت مع شويه تاع لو سيرو هكذايا، واش حيصرى؟ حيصرى كو لا فريز ماشي حتخلط مع الفاكهه الاخرى، ولو سيرو راهو رايح يقعد من تحت غوج، ومام لو سيرو تاع الفاكهه الاخرى حيحبط، حتجي من تحت لا فريز حتقعد في ان سيرو فريمون تبنان، والفاكهه الفوقا تقعد نت باسكو فيها شويه تاع الليمون. صدقوني شيء رائع. ونجي الفاكهه الاخرى كما فهمنا، نعمر فوالا، نسيي ندير من كل شيت باش يكونوا الالوان الفاكهه تاعي حتقعد نظيفه شابه، الفيزيول تاعها رائع، والبنه ما نحكي لكمش. تقدروا اذا حبيتوا كنتم من عشاق لا كريم شانتيي تقدروا تطلعوا شويه وتزيدوها من الفوق، ولكن انا ابدا مانيش حندير هكذا هكذايا، وصلى الله وبارك وفقط. الفواكه المتميزة نهار اليوم وجدت،
حضرناها بطريقه وبديزاستوس تاع لي بروفيسيونيل، حاجه نظيفه وراقيه والبنه ما نحكي لكمش. نتمنى تجربوها في هذا الموسم اللي نكونوا شويه تعبانين فيه، نطلعوا المغال بهاد لي فيغين. واش نحكي لكم، راكم رايحين تدخلوا البهجه على اسركم وعلى وليداتكم، ديروها ماكوش حتندموا، تبعوا الخطوات وراكم رايحين تدوا احلى نتيجه. انا حابه نوري لكم كيفاش لافخيز قعدت من الاسفل هذاك اللون الرائع، وشوفوا ليا الفواكه كيفاش راهي فريمون ناصعه البياض. شوفوا ليا كيفاش لا فيغين الي توت بروبر، هذيك الفراوله من الاسفل مع لو سيرو والفاكهه من الفوق تشهي. درت لها من الفوق هاد الوريقه تاع الحبق، وما تنساوش الحبق من عندنا اللي سبق. الوغ جربوا الوصفه وديروها وفرحوا مالين الدار، وردوا عليا بالخبر، انضموا لقناتنا وفعلوا الجرس باش يلحق لكم كل جديد.